ميلاد السيد المسيح محطة التقاء ما بين الله وما بين الإنسان. الإنسان وقع في خطية المخالفة وفي خطايا كتيرة، وكانت الصلوات في العهد القديم كلها قبل مجيء المسيح: إمتى تيجي تخلصنا؟ إمتى تيجي تمسح خطايانا؟ إمتى تيجي تقوينا عشان نقدر ننتصر على حروب عدو الخير؟ فكانت طلبة واشتياق الإنسان: إمتى يا رب تيجي؟ الناحية التانية الله: ليه يا رب عايز تنقذه؟ عشان بحب الإنسان، عشان ده صنعة إيديا. هكذا أحب الله العالم. هو ده عيد الميلاد، ويدعى اسمه عمانوئيل، الله معنا. قال: ولادي عشان بحبهم مش هبقى بعيد عنهم، هقرب لهم. وبنحتفل بعيد الميلاد بقول له: يا رب أنا هبتدي وياك سنة جديدة، وعايزك تبقى قريب ليا وأنا قريب ليك. يوم ربنا يقول لنا: عليك ثلاث حاجات تعملها. ظهرت الملائكة يوم ميلاد السيد المسيح وقالت كده: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر. أول حاجة إنك دايما تمجدني، حياتك تمجدني بعبادتك، بنقاوة قلبك، بسلوكك الحلو. يا بخت الإنسان اللي في قلبه مخافة ربنا. أنا كل يوم في حياتي بفكر في اليوم اللي هقف فيه قدامك هقول لك إيه. الله يرى كل شيء، الظاهرات والخفيات، وعارف ما في العقول وما في القلوب. نمرة اتنين: وعلى الأرض السلام. يا بخت البيت اللي فيه سلام. لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ملآن ذبائح وفي خصام. يا ترى بتعمل سلام في عملك، في خدمتك، ولا غاوي مشاكل، ولا غاوي خلافات؟ خد بالك، ده مش قصد الله فيك. ربنا لما خلقك قال كده: وعلى الأرض السلام. نمرة ثلاثة: وبالناس المسرة، يعني تزرع الفرح. الفرح مش مظاهر خارجية، فرح جوه قلبنا. ازاي الفرح ده تقدمه؟ ازاي تسعد كل انسان؟ ممكن تسعد حد لو رحت سألت عليه، ممكن تسعد اي انسان لو ساعدته. اوعى تكون سبب غم، خليك دايما مفرح، تفرح كل قلب. مجد الهك بعبادتك ونقوتك، كن صانع سلام في عملك وفي خدمتك، وازرع الفرح في كل قلب، كل إنسان أنت بتتعامل وياه.